انتخبت سعيدة بن حبيرس اليوم على رأس الهلال الأحمر الجزائري، وهذا عقب الجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية. وبالمناسبة أعربت الوزيرة السابقة سعيدة بن حبيرس عن استعدادها للعمل من أجل تأدية الدور الإنساني للهلال الأحمر الجزائري. مدام بن حبيرس، encore une dernière formalité. احنا دورنا حماية كرامة الإنسان، التخفيف عن معاناة المحرومين والضحايا المختلف، إن كانت صراعات داخلية أو حروب أو كوارث طبيعية، هذا داخل الوطن دورنا باش نخفف العبء على فئات محرومة، ويكون الهلال الأحمر فضاء لنشر الأمل لدى المواطنين، لجمع الشمل